العودي، اهلا بيك معانا، منور الدنيا. احنا النهارده اول يوم الفيلم اتعرض في السينمات، شفنا السينمات كامله العدد، شفنا مظاهره في حب احمد العودي. عايزك تكلمنا النهارده عن شعورك في وسط الزحام الشديد اللي احنا شفناك فيه النهارده. الحمد لله رب العالمين، بشكر ربنا سبحانه وتعالى وبشكر كل اخواتي عبايدي اللي هم صلوش مع اخوهم يعني الزحمه وان السينمات كلها تبقى كومبليت دي حاجه فرحتني بجد، وده جهد كلنا تعبنا فيه، سواء انا سواء كل النجوم زمايلي في الفيلم، وكاد طبعا المخرج الكبير استاذ خالد يوسف، وربنا يعني بيدينا على قد تعبنا، ولسه ان شاء الله كمان الايام اللي جايه تبقى احسن واحسن. شفنا النهارده الاف من الجماهير، ما زعلتش حد، اتصورت معاهم واحد واحد. عايز اعرف شعورك ايه وانت بتتصور مع الناس، ما تعبتش ما وهدتش؟ معانا انسرتات ومعانا فيديوهات الاف الناس حواليك. الحمد لله رب العالمين، انا ببسط اصلا وانا وسط الناس، ده بيبقى حاجه بتبسطني وبتسعدني وربنا ديما عليا نعمه. الاسكندراني او بطوله مطلقه لاحمد العودي حققت نجاح كبير جدا في اول يوم. شفنا نجاح الاسكندراني في الشارع وشفنا نجاح الاسكندراني في السينمات. عايزك تكلمنا، كنت متوقع النجاح الكبير ده في اول بطوله مطلقه ليك؟ انا بجتهد وبعمل اللي عليا وربنا بيديني على قد تعبي دايما، يعني سواء في الدراما ولما نزلت السينما كنت عايز احقق نفس النجاح اللي انا بحققه في الدراما واعمل اسمي في السينما، والحمد لله رب العالمين، وان شاء الله الايرادات تبقى يعني حاجه كويسه ونبسط اكتر يعني باذن الله. شفنا مشاهد اكشن في الاسكندراني مش طبيعيه، غير عاديه. عايز اعرف اتدربت عليها ازاي، عايز اعرف خدت جهد منك قد ايه عشان تعمل المشاهد الحلوه دي. والله بص، هو الاكشن طبعا كده مصمم معاك اخويا وصاحبي محمود طحون، دايما احنا بنشتغل مع بعض، ومحمود اجتهد في الـ في الـ في, الـ في الفيلم بالذات قوي عشان يطلع حاجه جديده ويرسم اكشن جديد. وانا كده كده اصلا حياتي عباره عن تمارين رياضيه وبتاع، فالاكشن مش مجهد بالنسبه لي، لكن الدراما والتركيز في التمثيل هو اللي بيبقى بياخد كل جهدي. دايما بتتأنى في اختيار اعمالك، شفنا الاسكندراني معمول على اعلى مستوى، عايز اعرف ايه المعايير اللي خلتك تختار الاسكندراني وتقدمه بالشكل الحلو ده، اخترته ازاي؟ هو طبعا فيلم اخراج مخرج كبير بحجم استاذ خالد يوسف، تاليف كاتب كبير الراحل الاستاذ اسامه عمر عكاشه، ده فرصه كبيره كانت ليا كاول فيلم سينما ليا باسمي. يمكن انا ما ساعدنيش الحظ ان انا اتقابل مع استاذ خالد يوسف في المسلسل اللي فات، لان انا كان عندي مسلسل ملتزم بيه، لكن اول ما جات لي الفرصه ان انا اعمل معاه الفيلم ما ترددتش لحظه يعني. عايز اعرف بعد الاسكندراني هتقدم لنا ايه؟ هل هتبقى متواجد في السينما بشكل كبير؟ من اول فيلم ليك اصبحت نجم شباك، نجم اول في الشباك، فتقدم لنا الايام اللي جايه السينما بشكل كبير باذن الله. اركز في السينما وزي ما انا مركز في الدراما، واحاول اكتئب في الاثنين عشان ابقى موجود وناجح في الاثنين. دايما العودي بيقدم لنا اكشن غير عادي، ممكن نشوف العودي بيقدم لنا كوميديا زي ما بيقدم لنا اكشن؟ والله ممكن يعني دي لا وبتاع، بس الاكشن عشان حدتي وناس بتحبها مني، فدايما ببقى حريص ان اي حاجه لازم يبقى فيها اكشن. لو قدمت كوميديا مين اللي هتقدم معاك كوميديا؟ مش عارف والله، ما جاليش لسه السكريبت الكوميدي اللي يخليني ممكن اغير فاعمل كوميديا، لكن انا عمري ما هعمل كوميديا يعني، عشان هعمل حاجه لايت يعني لايت كوميدي. حققت نجاح كبير جدا انت وياسمين، كسرتوا مصر. تخيل كده لو عملت كوميديا انت وياسمين ممكن تعملوا ايه؟ الكوميديا دي منطقه ياسمين وهي نجمه كبيره فيها، فلو عملنا فيلم ده اتوقع ان هو باذن الله ينجح ويكسر. عايز رساله الاخيره، انا عارف طولت عليك، رساله لجمهورك تقول لهم ايه على الاسكندراني؟ بوجه رساله لكل اخواتي، بقول لهم بحبكم جدا وانا موجود بيكم وبحبكم وبدعمكم دايما، وان شاء الله الاسكندراني يعجبكم وبس. شكرا. النهارده شفنا دعم الكزبره ونور، حضرتك شفتها ازاي وشفتهم ازاي كاول عمل ليهم؟ انت تعمدوهم؟ ده انا شفت نور النبوي وشفت كزبره وشفت احمد رزي، هم اخوات الصغيرين، وانا انبسطت ان انا شفتهم ومبروك ليهم على الفيلم، وان شاء الله ينجحوا ويكسروا الدنيا، احنا كلنا زملاء يعني.